انسان جنوب يمشي على مدى الحياة اللي هو من فلس نحاس أمون فلس من فطبعا ده أحد الأجهزة يعني. إنما طبعا الأحدث الجهاز اللي معه طبعا أكيد. إنما ده يعني بيقول يعني رغم إن هو قديم ولكن يعني ممتاز جدا يعني. يلا نشرح مكونات في الأول. صلى الله عليه وسلم. الواحدة دي هي دي بالظبط صح كده؟ والحتة دي كده الموديول ده هو ده بالظبط. ليه بقى؟ ممكن يشتغل ديفرنشال هنا في مكانين لبروباتها هتبقى هنا ايه؟ تيست بروب وريفرنس بروب ممكن الجهاز ده يجيله بروبين يا كده يا كده كنت غزل ويشتغل بنقول يعني انما احنا هنشتغل ايه؟ هنشتغل ابسوليوت يعني ايه ابسوليوت؟ هو ما بس واحد معايير بيه ما عندنا ايه؟ زي البروب اللي عندكم نفس الفكرة بس روح اتوصل فانا عامل زي بقى بحطه كده كده وادي الستوب بتاعي طالما ابسوليوت يبقى انا عايز اظبط حالي واشيل التستامبل واتوصل معايا فاهم اللي بقى بصور ولا ايه؟ طب ما طرحش دماغي في الصورة اصلا ما طرحش حاطين ايه اصلا؟ خلي الصورة على دماغي في الصورة جاهز معايا؟ دكتور معلش وانا مش فاكر بس الفرق بين الابسوليوت والديفرنشال بص الابسوليوت اللي احنا اللي عملنا وصلنا امبارح واللي عملته اول يوم والريبورتنج تكنس اول يوم ظبطنا وغيرنا تمام عشان ريفرنس ونروح نشتغل تمام بيزد على اللي انت عملته طب ايه الديفرنشال بقى الفرنس عندنا برضه زي كده يبقى في ملفين اهو الي كويل والي كويل يقارن ده بده لو دول زي بعض يبقى مؤشر زيرو يكون دبار مثلا مفيش مفيش اي ديفكت يعني منه دبار بار او ماسوره تمام يعني انت بص على الوصف اول صفر رقم واحد احنا قلنا النهارده في ديفرنشال سيلف كومباريزون على نفس البار وديفرنشال على وديفرنشال على ريفرنس تمام فهو ده لو سيلف كومباريزون هنعمل ازاي؟ نحط بار سليم 100% ونظبط زيرو نعمل بالانس صح كده؟ تمام نروح ساحبين التسامبل دي ومنتج المصنع يخش المرات المغسلين كده طول ما الحته دي زي دي بالظبط المؤشر زيرو طب جه انفصال هنا تعدي لي ديت ودي سليمه اهو عامل اختلاف مختلفه هنا في انفصال وهنا مفيش اللي حضرتك ده كده اسمه ديفرنشال صح؟ ديفرنشال سيلف كومباريزون تمام سيلف كومباريزون لو عملناه كده بشخص هاني بشخص صبر واحد حط ريفرنس واحد وانتاج المصنع في اللي فوق تاني ده بقى ديفرنشال الاثنين زي بعض يبقى مؤشر زيرو والديفرنشال ويز اكسترنال ايه؟ اكسترنال ماشي وصل؟ وصل فاحنا كده وصلنا للجروب هتلاقي بقى دول خاصين ببروب من دول يعني احنا بالنسبه لنا دلوقتي ايه؟ هو بروب واحد هنشتغل على دي مش محتاجها خالص دي انت اشتغل بيها فرنس فاحنا واحد عندنا بروب تاني وانت كل واحد بيظبط واحد ففي الحاله دي هو المديول ده مع البروب ده بنرجع له خالص اكنه مش موجود نبص فوق كده انا مرتاح من الافق شفت هنا باور باور ووصل متوصل متوصل كله في سنين متوصل بروح شد من بره كده لكن وصل الكهرباء اهو كويس هنا في مفتاح شخص مصطفى رقم ثلاثه فريكونسي حطوا على فريكونسي ده بيتغير يعني تقدر تلعب كده في اي ارقام افضل فريكونسي ظبطناها 95 10 اس كام؟ مش دي ان؟ 10 اس 3 يبقى 95 كيلو مش الراجل ولا ايه؟ يعني 95 ايه؟ كده مثلا بقى 96 97 90 مثلا 1 5 كلام كده احنا قلنا كام بقى 95 طب دي اخرها كام؟ مفيش اهو اخرها كام؟ يبقى اخرها 9 خلاص؟ ودي اخرها كام برضه؟ اخرها 9 صح ولا ايه؟ اهو 9 هي 9 بس دكتور برضو طب الان بقى اخرها ايه؟ خمسه يبقى لو عملنا مثلا كده باشمهندس مصطفى رقم واحد يبقى 95 في 10 اس كام؟
5 10 اس 5 يبقى 9 5 سوبريم كيلو صح؟ ماشي صح ماشي صح برضو الفريكوينسي دي على اساس يعني على اساس ايه محدد عن احنا هنظبط الرسمه اللي احنا قلناها امبارح تمام هنشوفه دلوقتي ماشي طب سيبنا اقول لغايه ما نخلص ولا نسمع الاسئله خلاص فاحنا قلنا بالفعل التجربه الفعليه العمليه ان الفريكوينسي المناسبه اللي بنحصل على الباتر ده 95 10 اس 3 اللي هي تبقى كام؟ 95 كيلو صح كده؟ تمام 95 كيلو كويس؟ طب ايه المباراه هتاخد لوب شيك ولا ايه؟ خلاص؟ ظبطنا الفريكونسي ده. نيجي هنا نشوف صف ايه بقى؟ في فيز وفي جين. الجين ده اللي هو زي اللي شفناه امبارح. هتلاقي فيه ارقام وحركات كده. ده بيتغير ولا بيتغير؟ افضل حاجه بالنسبه لنا اللي مكتوب ده لغايه لما نشوف. ده مكتوب كام هنا؟ اف مثلا وهنا زيرو صح؟ اي يعتبر اي جين يعني وهي اريا كام؟ اريا الفيز كام؟ 80 بس هو الفيز فيز معناه ايه بقى يعني؟ يعني بص احنا قلنا امبارح ان لو هي تقبل بشرط صفر رقم 2 تيجي بين 2 و 4 تمام بس عند فيز واحد لو غيرنا في الفيز ده بص شفتها هيلف كده هيلف كده زي الفيز بتاع اليوتيوب المرحله كله يلف هو قال في الاول ايه؟ طب بص مش في قلم هنا ولا مطرح بص احنا عايزين نوصل لمصطفى ان يبقى ده اللي هو يبقى هنا ده كورنيزا يبقى ده الكلام احنا عايزين نوصل دلوقتي صح كده؟ ظبط الفيس ده من خلال انت ممكن تلعب في الفيس دول يلفوا كده اذا لفيت كده ممكن تلف لغايه لما تبقى ديت هنا بس لازم هل اللي هو الكود بيقول لك بين 2 و 4 1 3 الكروجر والكشاف هنشوف دلوقتي يطلع بره الشكل ماشي تلاتة متصل أربعة نقاط وبعدين 40 60 80 توب ماشي كده وادي الريفرنس بتاع الجروب سالي 60 304 إلى رقم وإلى آخره يعني لها مرجعية يعني دلوقتي الناس اللي وصلت دلوقتي تعمل إيه بقى؟ هتوزع على الصور دي وتاخد معاها فلوس وإحنا كده قاعدين نغني زرابور صلوا على النبي يبقى الجروب دلوقتي بص الجروب بتاعنا أهو لغايه نهايه الحديد كده يبقى الكوين 100% في الحته اللي ما فيهاش مشاكل حته سليمه يعني ارم التاكي بالانس مش بالانس هي الوسطى تمام بالانس النقطه اهي تمام بعدين بسنتر بالظبط عندك هنا فيرتيكال وهورزونتال مش كده ولا ايه؟ نجيبها كده شويه كده اهو ونخش يمين شويه شمال شويه سنتر كده تمام امسح كله بالانس لو سحبت المقاس كده كل واحد اتجاه ارجع تاني اهو هتلاقي في السنتر اهو بص كده هو البالانس تاني هيظبطها سن شمال سن كده اهو لو انا ماشي بالبرج ده مش نص عمر طول مصورة ودي انا وانت زيرو كده مصورة سليمة 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 الى ان تنتهي المصورة اي حاجة هتبقى معناها انفصال ده بيمسك كويس ساعات كان يجي لنا زياره زار المكتب اهو مثلا ما يجيش زمان يعني بنعمل كده نروح مثلا يمين دي كده هنا كده نطلع الفوق كده وبعد ما نمسح ونكتب كده نطلع الفوق نخش شويه كده ننزل تحت تاني بتاع ده
مساعدات عايزين نكتب لكم مرحبا يعني. تمام. بس عايزين نصور يعني. عايزين تمين ده لو الراجل عمل صور ده هيلاقي مرحبا مثلا موجودة. لو انت عامل تمثال مثلا اهو. عايزين ندي حق. اتمنى. اتمنى حق. اتمنى حق. اجيب هنا النقطة تحت هنا. المنظر ده بس عامل بص لف ده طلع بره الشاشه وهنا ترجع تاني بص اهو احنا لو قللنا الجين هنقدر نشوفها صح بص بص صور من لو صور كده اهي وترجع تيجي من تحت اهي بص كده اهي اهي كمان شويه اهو تخيل بقى بص عامل كده بس كده اهو ده جروب خلاص بس هو زي ده جروب المفروض ده يبقى توب المفروض ده بالنسبه لك كده سيرفيس صح؟ ايه؟ ده السيرفيس بتاعها؟ بص يا مصطفى رقم واحد هنبداها بالعكس بص يا مصطفى رقم واحد المفروض ان انا اعمل العكس صح؟ يعني المفروض ان انا هعمل الماسوره ويعني دخل المرور للاخر بس ايه الفكره بقى؟ يعني ليه ما اخدش القرايه بتاعتي؟ يفضل يعني على اساس مثلا الحركه تبقى ثابته مثلا وانا كاتب مثلا يفضل يعني ده ايه الاول؟ ده توب ده توب بص كده المفروض يطلع في الربع الثاني والربع صح؟ احنا نشوف دلوقتي اهو بسم الله الرحمن الرحيم اهو ده التوب اهو ماشي اهو ماشي يا عم ده التوب فيه ركب الربع الاول والربع الربع الثاني والربع الرابع تمام ايه اللي يجي بعدها؟ 80% كروجن 100% مصطفى 60 40 20 20 متصل الجروب تمام هو زمان نعمل ايه في هذه الرقم صورين الشاشه دلوقتي بص الصوره ديت لو لقيتها في الماسوره 100% مكتوبه ايه الدليل؟ طبعا اللي بعدها 80% بص كده نقطه راوند زيرو اهي بص هنا ده 80% مختلف عن التوب كيف الربع ده؟ الربع ده؟ اللي بعد ال 80 60 بص كده مصطفى رقم واحد بص بص دي اصغر اهي بقى دي 80% تاكل دي 60% تاكل خد بالك ان الفيز هنا عمرو بقى اهو هنا عند الفيز اللي مرسوم ده خلى ده التوب بعديه 80 بعديه 60 تمام مصطفى رقم اثنين معايا ولا معاك بص ادي ال 40% اهي مختلفه واصغر ولفت شويه ايه اللي بعد 40% ادي 100 80 60 40 الاربعه اللي زي دول مش الاربعه دول يجيبوا في يوم اكبر من دي بعدها على حسب الدبس اربع نقاط دبس دبس اربع نقاط تمام كده الاربعه اللي هم انكلوجن اعلى طب ديت هجيب اعلى من دول صح؟ صح انت اكل متصل اهو بص كده بس انا الاربعه دي انا ما اقدرش احدد هل هم اربعه او هم واحده صح؟ بص ده الاربعه ده اللي هو متصل ايه اللي بعد المتصل بقى جروب بص كده يا مصطفى صبر من الاول صبر ادي جروب اهو ده اللي كنت عامل بص الجروب بص طلع بره ولف ارجع من تحت خد حاجه ولا لا؟ ده اللي هو السيرفس صح؟ سيرفس جروب الجروب ازاي؟ كراك من جوه؟ السيرفس من جوه؟ هو ده كده يعتبر انه كراك الجروب ده؟ مش عارف اقول لك صبر بص كده هو عامل رابط من جوه كده كراك بس احنا قلنا الكراك المفروض يطلع في الربع الاول والثالث المفروض كان بيطلع كده
على فكره حسب ما انت بتوجههم على فكره حسب انت بتوجه الفيس بتاعك. تعالى بص مصطفى هنعمل ايه بقى؟ تعالى نجيب التوب لوحده. في حاجه انا دلوقتي بكشف على حاجه في الموقع فانا ما اعرفش هيطلع لي ده هيكون ايه ساعتها. بص لازم اكون عارف المعلومه. صوركم بالله. ادي ال التوب ماشي الحال؟ اهو. مش التوب. ادي الموقع بتاعته عند فيز كان 80 صح؟ وعند الفريكونس دي وعند الجندر. تمام. هنلعب في الفيز الاول بعد نرسم الفيو كده. بص كده. اهي. ده التوب. خلاص؟ عند فيز كان عم؟ عند فيز 80. تمام؟ فيز كان 90. 90. خلاص؟ ارجع بقى تاني كده. اختلف ولا ما اختلفش؟ نفس السنة ولا ايه؟ صح. هنعمل فيز 100 بزيرو وخلي ديت واحده ونعمل البالانس. اه شوف الرياكشن دلوقتي. ده برضه اه زيرو. اه لف شويه اهو كده. لو انا لي 60 80 90 بقى 100 وخليها مثلا 150 مثلا 150. خد بالك الجين ثابت ماشي يا مرنك وخلاص ثابت اهو. تعالى نعمل تاني التوب ده وادي البالانس اهو ونمسح ده خالص مش وخلي ادي بص اهو يجي في الربع الاول الثابت خلاص. يعني المفروض بظبط بقى الفيز والجين والحاجات دي على اساس الظبط عالي بقى على اساس الكود بتاعنا صح؟ ايوه كده من المكان. بص يا استاذ حسين سريعا كده دور الاحتمال جدا 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 هي الورقه دي. بص هذا الورقه هذه الازمه ورقه الثمن. بص يا مصطفى الربع الثاني والرابع هو 100% ثرو وول وول ريسبونس اقرب ما يكون يعني. تمام. والمتعامد عليها كتب على ايه؟ 20% في الربع الاول لكنها كونروجن. فين بقى البرو موشن اند انر ديامتر جروب يمشي في الاتجاه ده كده يعني كان في الحته دي كده بره الشاشه ده بنعتبره هو جروب. فبنحاول قاعدين نوصل للاقرب ما يكون للباترن ده اللي يبقى التوب كده متعامل معاها كروجن احنا شفناها المره اللي فاتت وجروب يطلع بره الايه؟ واضح دلوقتي. هنعمل ايه بقى؟ نرجع تاني الفيز 80 اهو فيز 80 اهي ونخليها زيرو اللي بقى زيرو ورا حضرتك الالترا 80 ما عندناش في الجيم نفس الفيز نفس الفيز. طيب نرجع تاني كده ونعمل بالانس ونمسح المرحلة دي. ده التوب. دكتور هو مكتوب هنا differential probe system الرسمة دي تبقى differential مش الابسوليوت. اه الفكرة واحدة الفكرة واحدة زي ما انت عايز. بلاش هنا differential اصلا. نعم هو مش رقم بعد كده. اين هنا differential؟ اي لا انا بتكلم الرسمه دي بتاعت الديفرنشال الكود ده غلط اصلا يعني الكود ده غلط. بص هنا ده بتاع الابسوليوت هو ده الابسوليوت الجهاز ده ديزاين على الباترن ده بالرغم ان عندك في الكود كاتب هنا ابسوليوت الرسمه دي بس هو ما جاتش خالص 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 بس الابسوليوت موجود اهي فين؟ مش ماشي معنى دلوقتي انا بص مش بس صفر واحد. الديفرنشال ديت معناها ايه؟ ان قطعتين بتقارنهم بنفس الجزء بنفس الجزء. الديفرنشال سيلف كومباريزون الديفرنشال ويز ميرور ريفرنس. ليس عندنا هذا الانذار. كويس كده؟ الديفرنشال ده يا اما قطعتين كده في نفس الباور وصفا رواق رقم اثنين. معانا شويه ولا لا؟ معاك اه. الديفرنشال معناه جروبين على البار او على الماسوره الكلام ده خارجي طرفين ببعض
الديفينيشن بتاعه الريفرنس تيست ثيري خالص مقاس فيه الريفرنس ومقاس فيه الايه. طب لما حاجه ثانيه خالص الكريبيشن بتاع او بتكلم على الرسمه نفسها الكود بتاعه حاجه ثانيه خالص فما ينفعش اشتغل كده والكود بيقول لي ما تشتغلش كده. اللي عمله امبارح مصطفى رقم 2 عمل ده ولا عمل ده؟ لا عمل ده. ديفرنشال ولا سيجمنت؟ سيجمنت. مصطفى يجاوب على السؤال ده. بس معلش عبد مصطفى ما كانش متظبط عنده برضه الفيز والجين كان معمول اوتوماتيك. دي سهله دي. بص الكلام ده احنا كنا بنتكلم امبارح بشكل عام، انما انت لو عايز تظبط ده في اي اتجاهات انت عايزها بتظبط. سيبك من الكود، انت لو عايز مثلا اسمع مني بس، انت لو عايز تحدد مثلا الزيرو في اتجاهات تانية ما تحددها في اتجاهات تانية وتشتغل عليها. طب ما هو احنا ده اللي بنتكلم عليه، لو ينفع احدده على الاتجاهات بتاعت الكود دي. طب ما انت هتشتغل ديفرنشال عليه، ما انت السؤال لا يطرح نفسه، انت هتشتغل ديفرنشال عليه. دي انا مش عارفها برضه، انا معرفش. سؤال واحد بقى اهو، انت دلوقتي معاك الجهاز ده هتشتغل ديفرنشال. الديفرنشال ده بيحسب لك اختلاف ما بين نقطتين، انت شغلك كله هيبقى على اختلاف نقطه واحده، حاجه هتدخل جوه التيوب وهتطلعها تاني سنجل 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 ورك. انت معايا؟ هو على فكره الجهاز اللي معايا فيه ديفرنشال برضه، في امبليفاير طالع منه 2 فيز زي كده، بس انت تستخدمه على ايه؟ نفس اللي عامل ده هو اللي عامل بالظبط. هو كان يقينا يعني. بس هو هي في الكود على فكره برضه انا شايف انها مش غلط يعني، هو طيب. بيقول ان ده احنا عايزين نسال الريسبونس دي بتاعت الابسليوت رينج، وان ده الفلات اللي هو يعتبر كولوجن، والجروف طالع هنا كده ماشي، ومفروض يكمل بقى. عارف والله يعني دي مش غلط، احنا عايزين نوصل لدي. طيب ما بالظبط هو ده السؤال، انا عايز اوصل لدي مع الجهاز ده. اه هو ده الموجود ماشي، ممكن جهاز تاني مثلا احدث تعرف تظبط الكلام ده. اه مثلا بس انا برضه نفس اللي انت قلته ده تقريبا يمكن في كل كورس بيقول لك الله. طب احنا نفس الاسئله بالظبط، بس كلمه ديفرنشال في الجزء النظري بتقول الاستاذ مصطفى رقم 2 انا عندي عينه وخارقه قطعتين او عينتين وسيجنال ريفرنس. انا برضه الجمله دي مش موجوده فحط فيها يعني. انا دلوقتي دي العينه اهو، انا عايز اشتغل ديفرنشال، هجيب 2 بروب هجيب بروب من هنا وواحد اخد الناحيه الثانيه واقارنهم ببعض. هو في الكتاب ما ذكرش حاجه على الانسيرت خالص، عمل مثال على الانسيركلينج صح؟ على الانسيركلينج لكن ما جابش ما جابش الانسيرت خالص. اكيد هيبقى انسيركل اكيد يعني. بص يا مصطفى، هو المثال هنا ده على ايه بقى؟ يعني الديفرنشال بس بيكون في الانسيركل؟ يعني انا ما شفنا في حياتنا السابقه ديفرنشال انسايد وما شفناش في حياتنا السابقه. طب برضه هو ايه الميزه ان هو عايز يشوف؟ طب هو دلوقتي عند ماجد نعم، الجهاز اللي عندك ديفرنشال ولا ابسوليوت؟ ابسوليوت. وكل واحد بس هو واحد بس على الدليل بقى ابسوليوت ماشي الحال. هو صح الفكره من ان انا اجيب تيوب وهنا مش ماشي ولا ماشي؟ لا انا عايز اعرف لا ايه الفكره ان انا اجيب تيوب وعايز اشوف النقطه دي زي النقطه دي زي ما هي نفس التيوب اصلا. في كويل بص اي حوار لكل رقم صوت مصطفى حوار نقطه البحث في نقطه قصدي يعني نقطه ايه؟ ده مش شوف جاي دكتور كده كباره جدا خد بي اتش دي في حته بتاع كده صح ولا صح؟ بعتبر ده مش مصدر واحد نقطه بحث. هل لكن في الشغل نفسه مفيش حاجه كده؟ مش هتستعملها. طب انا سبت ليه؟ غير مصطفى كلام ليه؟ لان مصطفى ده شغال الجهاز اللي عندكم اللي هو الاحدث من ده من المراحل يعني. ليه اللي طلع له؟ ما طلعلوش اللي مصطفى عليه دلوقتي ما طلعلوش يعني ده اصلا فروم اللي كاتب هنا ايه؟ تيبيكال سيجنال ريسبونس فروم بروبرتي البريد ابسوليوت ممكن هو الانسايت ابسوليوت. وصلت لك معانا احنا اصلا دلوقتي ده ابسوليوت. انا بعد معايا اروح فين؟ اروح اشتغل بالظبط. معلش يعني انت المفروض ان ده كده بيعمل بريد صح كده؟ الرسمه ديت مثلا برتقال مع التحليل، المهم اني اعرف ان انا مثلا الرسمه ديت مثلا مع التحليل، هو يجي يطلع لي مثلا يقول لي
لا ما هو انت الصح، انت المفروض شغال بجهاز انت عايز توصل للرسمه دي، هتعمل كاليبريشن على ده انك توصل للرسمه دي. يا دلوقتي يا دكتور ملزمه الرسمه دي ملزمه ليا؟ امال ايه، انت ولا انت ممكن مشكوت تعملها بعد زي ما انت عايز؟ بص يا باشمهندس الاثنين لازم، لما حط الجمله ديت مع الجهاز ده مع الجروب ده قال لك والله جاهده مخلي التوب. هو ليه يعني؟ بص انت ممكن تلفها، ايوه تلفها عادي جدا مفيش مشاكل، ايوه انما هو شايف ان المنظر ده بالنسبه لنا مريح، ان التوب كده وكلش العمود عليه والجروب بيطلع في ده مش الفكره كلها ايه؟ انك تعمل اختلافات ما بين ايه ده؟ يعني بعد اذنك مين اللي شايف ان الشكل ده عندنا هو على السنه هي تكون حاجه ثابته؟ مثلا انا مثلا لما ابقى مثلا في كواليتي كنترول مثلا بستلم منك التقارير، فمش لازم بقى ان انا اقول لك هو ده ايه وده ايه، ان انا ابص للتقارير للرسمه نفسها. طبعا عارف واحد يجي يقول لي ايه ده الشغل بتاعك، فاقول له ده عملت كالبريشن والازمي بيقول لي 1 2 3 ده لما طب هو ما اكيد انت شغال لازم تشتغل على ده. انت دلوقتي ده الكود يقول لك اشتغل على دي، ما ينفعش انت تعمل حاجة تانية. سؤال واحد، الرسمة دي مانديتوري ولا نون مانديتوري؟ كود. بص يا مصطفى الكود فيه حاجتين مانديتوري ونون مانديتوري، دي بقى مانديتوري ولا نون مانديتوري؟ لا مانديتوري طبعا. ايه؟ ماست بي مانديتوري. مانديتوري يعني. لازم اجيبها كده كالبريشن. طيب خلاص. ماست بي. بص يا عدرا. أيوة ليك يا مواطن. يلا فكر راسي بتاعت الحتة كاتب هنا البيزك فريكونسي كالبريشن يوزنج ديفرنشال موبيل كويل تكنيك. اهو صفحه رقم واحد، يبقى الديفرنشال هنا بتاعت الجمله ديت ديفرنشال للبروب نفسه مش ديفرنشال ميثود. ويعني ايه ديفرنشال بروب نفسه؟ هو الديزاين اسمه كده 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 بيزس فريكونسي كالبريشن يوزنج ديفرنشال موبيل كويل تكنيك. خلاص يبقى البروب از ديزاين از ديفرنشال غير اللي في دماغنا احنا في الكتاب النظري بس ان احنا نجيب قطعتين على العين. لان فعلا في نوع طيب عندي اسمه ديفرنشال. في نوع بربط عندي اسمه ديفرنشال. هو ديفرنشال؟ اه. خلاص كده؟ تعالى بقى يا باشمهندس مصطفى رقم واحد. هنا بقى. طيب برضو سؤال بس اديني بس لحظة واحدة. بص كده. بيزك فريكونسي كالبريشن يوزنج ابسوليوت بوفن كويل تكنيك. Adjust the ready current instrument for a basic عشان توصل الباك اللي ده مع الديفرنشال ومع مع الابسوليوت. الدكتور عندي سؤال، هو هي دي كده هو ده اللي يعتبر فيه ده 20% بقى اللي بقى على طول صح؟ بص ده ال 20% كروجن يعتبر؟ لا 80 ماشي بالترتيب كده بالظبط 100% ده 80 60 40 20 عشان متصل الجروب مجوه. طيب تمام، هو بقى بيقول لي هو هنا مثلا الكالبريشن جايب لي ان انا اجيب ال 20 بالشكل ده، يبقى انا ظبط الكالبريشن بتاعي على 20 بتاع الشكل ده صح كده؟ هتيجي في المتعامل مع التوب. طيب ماشي تمام. تمام. الحاجه الثانيه بقى دلوقتي انا وانا مثلا شغال طلع لي شكل معين، هل انا اقدر اعرف اذا كان الكروجن ده من بره ولا من جوه يبان لي شكل؟ لا زي دي بالظبط. لا يعني انا الواقع زي دي بالظبط. يعني بص يا يعني هو لازم لما قعد يتوقع في المواد الحراريه ده فين المشاكل؟ قال لك هنا في كراك على الجدار الداخلي، فعمل جروب وكروجن على الجدار الداخلي على الجدار الخارجي سوري، والجهاز يحس بيها كسب سيرفس. ممكن يكون الله اعلم والله شفت يعني ان كروجن اللي بيتم على هذه المواسير بنسبه عاليه جدا جدا على الجدار الخارجي. وان هو لو توقع خروج الجدار الداخلي كان عمل تيست سامبل فيها خروج الجدار الداخلي مش هيغلط يعني. ما هو طب هو دي ده الجروف ولا ده الجروف اللي هو؟ لا بص يا باشمهندس هتقول تاني معلش هنا هنقرا لكم دي بالظبط مكتوب فين هنا؟ مكتوب ريفرنس سبيسيمين. ريفرنس سبيسيمين هات عمرو وزع الكتب واحد واحد. شغال يا عمرو. خلاص هبص انا اهو. شغال يا عمرو. جبت انا وزع اسهم. انت معاك ولا ما معاكش؟ لا ما تعرفش اي حاجه.
دلوقتي احنا دلوقتي ماشيين مع بعض مفيش لبس خالص خالص في اللي احنا قلناها في الكتاب. نيجي بقى على الارقام 8 بقى. هنجيب اول صفحه على الرقم وليكم الاعزاء صفحه رقم 1. بص بصف ريفرنس سبيس ده ريفرنس سبيس مين؟ انتوا معانا حضرتك؟ شال بي. شال بي معناها ايه؟ مانداتوري خلاص. شال بي بارت اوف اند شال بي بروسيست ان ذا سيم مانر از ذا برودكت بينج اكزامينت. دي مفهومه مش مفهومه؟ تمام. ات شال بي اوف ذا سيم نومينال دايمتر ذا سيم نومينال كومبوزيشن از ذا برودكت بينج اكزامينت. جمله مفهومه. خش على الفقره رقم بي بقى. المفروض العينه دي فيها انفصاله صناعيه فيها ثقوب وفيها تاكل وكلام ده. ذا ريفرنس سبيسيمين معانا معاك شال بي لونج انف لها طول كافي عشان تمثل الانفصالات اللي ممكن تحصل اثناء الخدمه. ذا سيبريشن بتوين ريفرنس ديسكونتينيوتيز الفاصل بين اي انفصالين. انت عندك هنا ثقب وبعدين 80 المسافه دي محسوبه ان البروب ما يجيبش الاثنين مع بعض. ما يجيبش الاثنين ازاي؟ يعني ما يجيبش الثقبين مع بعض اللي هو 80 و60 مثلا. اه ما يجيبهمش لازم فاصل يعني لازم كافي ان البروب يلقط الثقب اللي هو بيشرح لك بيه وبعد فتره يلقط 80% معنى مبني. ايوه معنى يعني بيشرح لي اللي هو ده مثلا. ده بس بتوين ريفرنس ديسكوتيف بليزد ان ذا سيم فازمز شال نوت بي للذان. شوف بقى اهو ما يقلش عن اثنين اللينس بتاع المجس نفسه. يعني المسافه ما بين الاثنين ما تقلش عن اثنين عشان ما يجيبش انفصالين في نفس الوقت. اثنين بالظبط. بالظبط 164 خلاص كده. طيب بص الأول بصفر رقم واحد مكتوب بعد كده كاتب إيه بقى؟ بروسيدور ريكوايرمنتس عشان أعمل إنديكارنت بيرفكت لازم الشركة فيها ريتم بروسيدور. كلام نهائي بقى. يعني مثلا